وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خيب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، 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 فلا يخاف ظلما ولا هضما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، 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 من قبل أن يقضى إليك وحيه، من قبل أن نقضي إليك وحيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فقلنا يا آدم
لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تعرى ولا تعري وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ولا تضحى ولا تضحي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يبلى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يبلى لا يبلي قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة من ورق الجنة من ورق الجنة عليهما من ورق الجنة فبدت لهما سوآتهما 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 وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فغوى وعصى آدم ربه فغوى فغوى وعصى آدم ربه فغوى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى آدم ربه فغوى وعصي آدم ربه فغوي وعصي آدم ربه فغوي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وهدي قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ولا يشقى ولا يشقي فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى هداي فلا يضل ولا يشقى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 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 ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها آياتنا فنسيتها آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولم يؤمن بآيات ربه وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه بآيات ربه بآيات ربه وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وأبقى وأبقي وأبقي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمي لزاما وأجل مسمي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي وأطراف النهار لعلك ترضى ترضي وأطراف النهر لعلك ترضى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي ومن آناء الليل ومن آناء الليل ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 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 ورزق ربك خير وأبقى خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 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 لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 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 وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه بآية من ربه بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ما في الصحف الأولى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ما في الصحف الأولى ما في الصحف الأولى الأولى أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى ما في الصحف الأولى ما في الصحف الأولى ما في الصحف الأولى أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ونخزى أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى 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 أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أنا أهلكناهم بعذاب
من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى